يا بنت انت وهي خش جوه. حاضر يا حضرتي العم. اتفضل يا عم. اتفضل يا جناب العم. اتفضل يا عم. ازيك يا ابو العيد؟ تمام بخير، انت ايه اخبار؟ الحمد لله. بقول لك ايه، باضيت لك في القفص يا ابو العيد. هي مين دي حضره الشيخ مبروك؟ يعني جبنا لك حاجه حلوه قوي، حضره العمده جاي لك بنفسه مش كده؟ يعني جاي طالب الدكتور منك يا بس امي كبيره وما تنفعكش يا حضره العمده. امك امي يا ابو العيد هتنرفز العمده ما يصحش. احنا جايين ايه نطلبوا ايد مراتك على سنه الله ورسوله. مرات مين يا شيخ مبروك؟ مراتك انت.